أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بفضله بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المضطهدين، ولا سيما بقية الله في أرضه صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، صلى الله عليك يا مولاي يا حجة الله في أرضه، صلى الله عليك يا عين الله، صلى الله عليك يا بقية الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، روحي وأرواح العالمين لك الفداء، وإن قل الفداء غريب يا مظلوم كربلاء، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بحبلكم سادتي، وأمن من لجأ إلى حصنكم، فيا ليتنا يا ليت كنا معكم سادتي فنفوز بذلك، والله فوزا عظيما لنا ولكم، فوزا عظيما في الدنيا والآخرة إن شاء الله. أحلما وكادت تموت السنن، أحلما وكادت تموت السنن لطول انتظارك يا ابن الحسن، أوشكت دين أبيك النبي يمحى ويرجع دين الوثن. سيدي يا صاحب الزمان، هذه رعاياك، هذه رعاياك تشكو إليك، هذه رعاياك تشكو إليك، ما نالها من عظيم المحن، هذه رعاياك تشكو إلي، ما نالها من عظيم المحن. سيدي مذ عم نجاور واستحكموا بأموالنا واستباحوا الوطن، شخصنا إليك بأبصارنا،
شخص الغريق لمر السفن. مولاي يا صاحب الزمان، أتنسى مصائب آبائك التي هد مما دهاها الركن، مصاب النبي وهضم البتول وغصب الوصي. وذبح الحسين وسم الحسن، ماذا يهيجك لو صبرت على وقعت الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا، ورضيعه بدم الوريد مخضبا، فاطلب رضيعا يا مولاي يا صاحب الزمان. جسم حسين جدك غسله بالدم، جسم حسين جدك غسله بالدم، عاري وذاري التربان كافورة كافورة التروب، وظلت للتيام أستميحك العذر يا مولاي يا صاحب الزمان. هذه الكلمات ثقيلة على الإمام سلام الله عليه. ظلت للتيام وانت شلون مغذو لا تشد حزام يا مولاي يا صاحب الزمان، ونسيت مخدرات الغرب للشام فوق الهزل لا يزيد ميسوره، فوق الهزل لا يزيد، بارك الله فيك، يا ميسورة. أريد أستنهض الغايب ظهوره، متى تصل الغري رايت المشهورة، متى تصل الغري وتجبل على الكوفة، يا وسيفك تسل لو فعلك نشوفه. إلك يا ابن الحسن، إلك يا ابن الحسن كرات موصوفة، سيدي إلك كم دين بدين، 70 جثة غير الحسين ظلت عثرة محايا يا الدفن. هيا ما يا ابو صالح البارب طلعتك يلتفت لي أنا، يا الله ارفع يدكم بالدعاء ان شاء الله. مع يا ابو صالح الباري بطلعتك يلتفت لي انا، ونصبح وتصبح الرايه بالنصر تخفق علي انا، وليقول المهدي وين انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وليقول المهدي وين انه، وليقول المهدي وين، نقول له انظر هذا وينا اللي يبنوره تدينه، وحتى لو طالت سنين وتنكسر الرايات، تنكسر الرايات كلها إلا الراية المهدوية صلوات.